عن الكويت، ذكريات الكويت اولا، يعني ما نقدر انه يعني نتحدث معاكم وانتم بالكويت من دون ما اول شيء نحيي اهلنا بالكويت، وثانيا اقول لك انه الكويت بالفعل كانت يعني بالنسبه لي تعني لي الكثير. الكويت هي مسقط الراس، الكويت هي يعني بحكم المولد، انا يعني مثل ما ذكرت الكويت هي علاقه قديمه متجدده، يعني هي المبتدا. الكويت هي اهل الكرم، هي اهل العز، الامان، الاستقرار، هي قلب المجتمع الخليجي النابض بالإنسانية. هذه الكويت بالنسبة لي يعني فيها ذكريات كثيرة، ذكريات الطفولة اللي هي تبقى محفورة بالذهن واللي يحملها الإنسان في حياته بكل مسيرة.